لبنان بلدي وبدي ساعد شو ما كان يعني. بس وزيادة فوق كل هيدا انه انا مني جنوب بدي ساعد اهلي بجنوب رحت لجيبهم ما قبلوا فما ما بدي اقعد ما اعمل شيء. كان بدي ساعد بشي حياتي. اليوم عملنا 300 سندويشات مرتديلا، 300 وجبة برخل وبندورة، وهلأ رح نعبي كمان 400 وجبة كمان برخل وبندورة، ورح نعمل أكثر كمان. بعتنا فرشات ومخدات ولحف لعالم بيسور كمان، وكل حدا كل ما يوصلنا شوية شراشف مخدات وحرامات عم نبعتهم كمان للمناطق اللي هلأ عم بتسقع أكتر شيء، يعني للمناطق شوية بعيدة.